راه فيه تخصيص مبالغ ماليه بدايه، مثلا بالنسبه لما يسمى بالمخطط البلدي للتنميه، فيه من ضمن 100 مليار التي تم تعبئتها في اطار القانون الماليه 50 مليار من الدينارات تمشي الا لمناطق الظل ديدي سبيسيالمون مناطق الظل، فيها على مستوى التحسين العمراني بقطاع السكن فيها 20 مليار مخصصه الا لمناطق الظل، فيه بالنسبه للقطاع مثلا الاشغال العمومي 40 مليار دينار ماشي المناطق الظل، يعني نقول لك 40 مليار دينار معناها 4000 مليار، كي نقول 20 مليار معناها 2000 مليار يعني سنتيم مبالغ ماليه، فيه ما كذلك قد نخصصه من خلال الصندوق الضمان والتضامن ما بين الجماعات المحليه، مازال الغلاف لم يحدد بعد ولكن كله أكاد أقول كله سيذهب إلى مناطق الظل للوصول إلى المبتغى المطلوب، فيها كذلك بالنسبة للصناديق الأخرى صندوق المياه، صندوق المناطق السهبية، صندوق الجنوب، المهم هو 48 ألف مشروع الذي تم إحصاؤه ستتحقق حتما غير ممكن ابدا ان لا نحققها ان لا ننجزها، القضيه قضيه تمويل ياتي شيئا فشيئا.